قابل الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده رئيسة مجلس إدارة شركة هواوي العالمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكان اللقاء بيتضمن بحث الاستثمارات الشركة في مصر وكيفية توسيعها وزيادتها وكيفية الاستفادة من خبرات الشركة في مجال تكنولوجيا المعلومات وإدارة المدن الذكية. شركة هواوي بتشتغل في مصر من كذا سنة تقريبا وليها استثمارات ضخمة جدا، وبتنقسم أنشطتها في مصر لقسمين، قسم بيتعلق بأجهزة الموبايل والقسم الثاني خاص بالاستثمار في الشبكات والحلول الذكية. سبق مقابلة الرئيس بقيادات الشركة مقابلات تانية مع عدة وزراء مصريين، زي مقابلات قيادات الشركة مع وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي، وكمان مقابلات مع دكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي. خلال اللقاءات دي تم بحث الاستثمارات الشركة في مصر برضو، والشركة بتشتغل في عدة أنشطة منها الحلول المتعلقة بالجيل الرابع والجيل الخامس وإنترنت الأشياء، وكذلك الحلول المتعلقة بإنشاء وإدارة المدن الذكية. في الفترة الأخيرة مصر بتتجه نحو المدن الذكية والمناطق التكنولوجية، وتم افتتاح منطقتين تكنولوجيتين بالفعل، وجاري التخطيط لعدة مدن تانية، وبالتالي وجود هواوي في الوقت ده والاستثمارات في المدن الذكية هيكون مهم جدا التعاون ده. مركز الإقليمي لهواوي في مصر بيخدم 29 دولة تقريبا، وكان بيتردد كلام على أنه هواوي بتدرس نقل مركزها من مصر لدولة المغرب بسبب التسهيلات اللي عملتها المغرب لدخول الصينيين في مصر، وبعض الصعوبات اللي بتقابلها الشركة في دخول موظفيها وعملهم في الأراضي المصرية. لكن الاستثمارات الأخيرة ومقابلتهم مع الرئيس بالتأكيد يعني بتنفي هذا الكلام، وبتثبت نيتهم لاستمرار التواجد في مصر، وخصوصا أن استثماراتهم الأخيرة بتثبت وبترسخ لوجودهم في السوق المصري.